نروح لخبر تاني وهو أيضا خبر هام جدا وخاص بأعداد فيروس كورونا أو أعداد الإصابات بفيروس كورونا. إحنا يعني خلاص في بداية الموجة الرابعة، الإصابات ابتدت ترتفع مرة رابعة بقى مش مرة تانية في الفترة الأخيرة، وزي ما قلنا دي بداية موجة جديدة. أيضا في متحورات كثيرة، الأكثر انتشارا منها وليس الأخطر خطورته في انتشاره متحور دلتا. ناس كتيرة خايفة على الوضع القادم، ناس كتيرة خايفة على أولادها خصوصا مع دخول المدارس، لازم يكون في التزام بالإجراءات الاحترازية. على الجانب الآخر في يعني اتجاه واضح من الدولة لتلقي اللقاح في المؤسسات التعليمية قبل دخول الدراسة، في المدارس لليوم الحق في يعني ان هم ياخدوا التطعيم، ليهم الحق في التطعيم من مدرسين وايضا من اداريين وعاملين في المدارس، كله لازم يتطعم، احنا ما بنطعمش لتحت 18 سنه، فهيبقى المدرسين. وفي الجامعات طلبه واساتذه وعاملين واداريين محدش هيبقى له تصريح انه يخش الجامعه الا وهو واخد التطعيم. احنا معانا على التليفون دلوقتي الدكتوره نهى عاصم، مستشاره وزيره الصحه للابحاث وعضو اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا. صباح الخير يا دكتور، واهلا بيكي على صباح الخير يا مصر. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. السؤال الأبرز والأهم، ولادنا داخلين مدارس، اللي تحت 18 سنة ما بيتطعمش، إزاي أحمي ابني أو بنتي وإزاي أخلي بالي إن هم ما ينقلوليش الفيروس للبيت؟ طيب، طبعا ده سؤال مهم جدا ومفروض كلنا نشتغل عليه الفترة الجاية علشان نحمي أولادنا. منذ بداية الجائحة الحقيقة وإحنا بنأكد على إجراءاتنا الاحترازية العامة وقد إيه هي عامل أساسي في يعني التأثير على فرصة الانتشار. ويمكن قبلها كمان اسمح لي حتى كمختصة الصحة العامة قبل كوفيد 19، أنا عشان أحمي ابني من أي مرض معدي، من إن مناعتي تبقى قوية، أنا محتاجة إن أنا أخلي بالي من الصحة العامة، أخلي بالي من التغذية السليمة، أخلي بالي من العادات الصحية السليمة. فيعني دايما مهما يتطورنا في العلم ومهما وصلنا بنرجع دايما للنقط الاساسيه دي، لان الحقيقه تصرفاتنا احنا في بيوتنا وعاداتنا الصحيه وعاداتنا التغذويه عليها عامل كبير جدا، مش بس الكوفيد 19 على فكره، يعني انا بتكلم في الامراض في المجمل. احنا بنقول دايما ان محددات الصحه 85% منها بيقع على عاتق المواطن وتصرفاته. فدي نقطه اساسيه عايزه اكد عليها. كلنا دلوقتي عارفين يعني ايه تباعد اجتماعي، تهويه جيده، لبس الكمامه، ننمش من ده، نعلم اولادنا وناكد عليهم. الاولاد ما شاء الله يعني الاعمار دلوقتي والاجيال بتتعلم بسرعه جدا، بس بتحتاج ان احنا يعني نوع من انواع المتابعه والمداومه. نامل ان شاء الله الفتره الجايه ان يبقى في لقاحات بياناتها كافيه للامان والفعاليه في السن الاصغر من 18 سنه. احنا بنتابع ده اول باول، واكيد من خطه الدوله المرحله القادمه ان ننزل بالفئات العمريه للتطعيم، بس ده بيبقى بعد يعني ان احنا نطمن او يبقى في اجراءات معينه خاصه باللقاحات علشان نقدر نتاكد ان احنا بنطعم اولادنا بلقاح امن وسليم. طيب دكتور نهى، خليني اعرف من حضرتك احنا وضعنا ايه بالنسبه للمتحور دلتا، وعايزه كمان اسال حضرتك عن الاعراض، يعني اعراض متحور دلتا هل مختلفه عن فيروس كورونا؟ في اي عرض محدد ناخد بالنا منه؟ يعني نعرف ازاي ان كان دلوقتي، خاصه ان احنا بنتكلم فعلا عن وجود المتحور دلتا. هو طبعا يعني اثبت متحور دلتا ان هو اشد انتشارا، فرص انتشاره اعلى. يعني تبسيطا كده، لو كان متحور الفا اللي هو البيزك يعني او الكلاسيك كوفيد 19 فاكسين فيروس، بيتنقل من شخص في المتوسط من شخص الى اثنين، دلتا بنتكلم الى اربعه او خمس اشخاص. فطبعا سرعه انتشاره دي اثرت على يعني ان هو بقى تقريبا موجود في كل البلاد دلوقتي، وان هو بالفئات العمريه الاصغر بقى سرعه الانتشار فيها اعلى. برضه نقطه الفئات العمريه الاصغر دي، انا عشان يعني بس الواحد يبقى فير يعني او يعني منصف. انا حابه اوضح نقطه انه التطعيم في دول كثيره جدا، تخطيط التطعيم للفئات الكبيره في العمر قربت على 100%، وبالتالي من المنطقي المتوقع ان يعني الفئات اللي مش مطعمه هي اللي يبقى منتشر فيها الكوفيد 19 اكثر. فانا مش عايزه بس يبقى كل الـ يعني الـ الكلام على عاتق الدلتا، هو الفكره انه تخطيط التطعيم للفئات الكبيره، فمن المتوقع انه الفئات الصغيره هي اللي تبقى منتشر فيهم الفيروس اكثر.
دلتا مش اخطر، دلتا يمكن بعض الدول ايوه ريبورت ان نسب الوفاه اعلى شويه، بس مش من دلتا نفسه. دلتا الى الان يعني احنا مش قلقانين من خطورته، والحقيقه فعال، التطعيمات فعاله ضده. هو القلق من او كل الجهات المعنيه كونسيرن رصد التحورات دي، علشان ممكن يبقى في تحورات جايه احنا لسه مش متوقعينها تهرب من مناعه التطعيم. فدايما نقول انه نرجع تاني، كل ما حبينا من الانتشار نقل الفيروس من شخص لشخص كل ما هنقل وهنحد من حدوث التطعيم. وده بيحصل عن طريق التطعيم. يمكن حتى شفنا الدراسات كلها بره بتؤكد على انه الاصابات، نسبه الاصابات ونسبه الوفيات لا قدر الله بتزيد في الاماكن اللي فيها التغطيه السكانيه فيها مش متطعمه بشكل اكبر. طبعا احنا دلوقتي بقى عندنا كذا يعني نقول ايه سلاح بنواجه بيهم، التطعيم لفئات الاكبر من 18 سنه والاجراءات الوقائيه العامه واهتمامنا بالصحه العامه والتغذيه السليمه في الاساس ما نخلوش ابدا. بنتكلم على نقطه يعني اساسيه جدا مش بس الكوفيد 19 لكل الامراض الحقيقه. طيب دكتور نهى، هل في حصر بشكل عام كده يعني حصر تقريبي اذا كان يصح ان احنا نقول حصر تقريبي للاصابات بفيروس كورونا بين الاطفال او حالات الوفاه بسبب الاصابه؟ الحقيقه ده سؤال مهم جدا. يعني منذ بدايه الجائحه الحقيقه شهر بشهر، يمكن ساعات بيبقى اسبوع باسبوع، بنرصد نسب الاصابات ونسب الوفيات في الفئات العمريه المختلفه، لان ده احد نقول الدلائل او المؤشرات اللي هتدينا انطباع عن موضوع التحور او اي تغيير في تصرف الفيروس. مش بس الاختبارات الجينيه، احنا بنشوف على ارض الواقع الفيروس بيتصرف ازاي. خليني اكد لحضرتك ان منذ بدايه الجائحه شهر بشهر الى الان نسبه وفيات الاطفال من وفيات كورونا كلها في مصر كلها، احنا بنتكلم بقى على مستوى سنترال مستوى الوزاره جميع وفيات كورونا في مصر، نسبه وفيات الاطفال والفئات العمريه المختلفه لم تتغير. يعني حتى يمكن لو جت فرصه العرض جراف زي كده الخطوط كلها متوازيه، فده يمكن يطمن دايما للاثر. احنا دايما بنقول في الطب العبره بالنهايه يعني او بغض النظر عن اي تفاصيل جينيه او تحورات. فالى الان الحمد لله النسبه دي لم تتغير ولا في موسم الدراسه ولا في موسم الصيف، فيعني دي يمكن نقطه تطمن الجميع، لكن لا تمنع من حضرنا كلنا، لان احنا في ايدينا ادوات نقدر ان احنا نستخدمها علشان نحد من انتشار الفيروس بين اطفالنا وان احنا نقبل على التطعيم. كل انا اتصور يعني دلوقتي خلاص ما بقاش فيه يعني، وانت جبت للمعالي الوزير اكدت النقطه دي في كذا مؤتمر الحقيقه، ما بقاش فيه تقريبا ويتنج ليست للتطعيم، اي حد هيقدم على التطعيم هيجي له فورا الرساله. فانا حابه بس اكد ان دول النقطتين الاساسيتين اللي في ايدينا ان احنا دي اللي نغير مصير الجائحه. طيب دكتور نهى، سريعا حضرتك تحدثتي انه في تباحث حول انه ممكن يكون في تطعيم للفئات الاصغر سنا من 18 سنه، من 12 ل 16 سنه تقريبا، لكن لغايه ما تظهر الرؤيه في هذه النقطه تحديدا عايزين روشته سريعه من حضرتك لاولياء الامور عشان يحموا بيها اطفالهم في الفتره اللي جايه، خاصه خلاص انه يعني دخول المدارس خلاص قريبا جدا. طبعا رقم واحد وفي الاساس الاهتمام بتغذيه اطفالنا، ولو في اي مشكله صحيه خاصه بانيميا او نقص معين في الحاله التغذويه لازم نعالجها، وده هقول ده اسلوب حياه بقى مش عشان كورونا. تاني نقطه طبعا ان احنا نعلم اولادنا كويس جدا ان احنا نغسل ايدينا وان احنا نلتزم بارتداء الكمامه بطريقه سليمه، وباكد كلمه سليمه دي لان انا لو لبست الكمامه ودايما ايدي عليها من بره وبتعامل بادواتي وبسلم على الناس انا كده ما عملتش حاجه. ارتداء الكمامه بطريقه سليمه والاهتمام دايما بالتهويه الجيده في الفصول، وده طبعا بس مش مسؤوليه الاطفال، كمان مسؤوليه القائمين على المدارس وعلى اي تجمعات. طبعا ان احنا نلتزم ان في دايما معانا مطهرات، دايما في اكسس ان انا اغسل ايدي، ولما ارجع البيت من المدرسه او من مكان عملي احنا مش عايزين ننسى ان في كوفيد 19، اهتمام ان في فرق بين نقول الملابس اللي كنت بستخدمها بره البيت وبين البيت نفسه بقى وضعه ايه، التهويه بتاعتي ونظافه. دي الاجراءات الوقائيه يا فندم، لكن في بعض الاسر او اولياء الامور بيتجهوا ان هم يدوا اطفالهم فيتامينات او بعض الادويه من نفسهم، هل ده سليم ولا لا؟ لا النقطه دي دايما بنقول ما ينفعش انا ادي ابني ولا حتى الكبار الحقيقه، ما ينفعش ناخد مالتي فيتامينز او مينرالز في النص. طبعا دكتور نهى عاصم بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.